وعن شو هالاقتراح؟ عن تشكيل الوزارة الجديدة سيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وانت شو حشرك بتشكيل الوزارة الجديدة؟ شغلتك هي؟ نجدة بيك، خدوني بحلمكم وشملوني بعطفكم شوي، ولا تستهينوا فيي. صحيح أنا حلاق بس إلي مراء بالسياسة، السياسة خارطة مشطي تماما، يعني سوسة من عند رب العالمين ما لنا يد فيها نحن. المهم هلا شو بدك؟ سيدنا وأنا بالبيت كنت قاعد عم بتسلى، قمت قلت لحالي يا ولد ليش ما بتقعد تجرب تكتب مشروع تشكيل الوزارة الجديدة؟ يعني سيدي تجريب هيك يعني تقطيع وقت. بقى يا ريت تتنازلوا شوي وتتعطفوا علي وتقروا شو كتبت سيدنا. اللهم أجيبك يا طولة البال، هذا اللي كان ناقصني. هات لشوف وين الورقة. حاضر سيدي، تفضل. العمى العمى، والله مزبوط. ولك شلون ما خطرت ببالي هي؟ اوف 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 اوف، الشغله مرتبه تمام على المسطره وعلى البيكار. هلا هالورقه هي انت كاتبها ولا حدا عاطيك اياها؟ عكس لا، اعوذ بالله سيدي، انا اللي كاتبها. يعني كل هالافكار اللي فيها افكارك؟ بكل تواضع نعم سيدنا. غريبه، يعني ما كان مبين عليك انك بتتعاطى بالسياسه او انك ملم بهالامور لهالدرجه. يعني عجبتكم سيدنا؟ اها عجبتنا، طبعا عجبتنا. ولك بتعرف انه ايديك هدول بدهم لف بالحرير؟ لك وزاره كامله هي، وزاره كامله محبوكه ومسبوكه، ومو ناقصه الا شغله صغيره بس. يعني مشكله بسيطه اذا قدرنا نلاقي لها حل بتكون تشكلت معي الوزاره على احسن وجه. وممكن اعرف شو هالمشكله سيدنا؟ وزير المعارف وجوده هون بيعطي كرسي زياده لحلف التقوقع والتماسك على حساب حزب الطريق الوعر. هي محلوله سيدي. شلون؟ بسيطه سيدنا. شرفوا مولانا، هي صوره طبق الاصل عن انسحاب السيد الوزير من حزب التقوقع. مزبوط. وهي طلب انتسابه لحزب الطريق الوعر. معناتها انحلت. وهي قرار الحزب بقبول الطلب ومنحه درجة الشرف. معناتها انحلت وتشكلت الوزارة. ولك منين انت الله بعت لي اياك يا بهاء؟ بتصدق انه كنت رح اعتذر عن تشكيل الحكومة قبل ما تيجي بنص ساعة؟ بقى منيح اللي الله ألهمني اني اتريس شوي. اسمع لك، انت معك بكالوريا شي؟ معي سيدي. وهي في معك حقيبة؟ يعني مو لازمك حقيبة. وأنا بقيان عندي وزارة بلا حقيبة، شو رأيك تاخدها؟ لا 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 سيدي دخيلكم، أنا بحب أشتغل بالسياسة للمراء بس، يعني من بعيد لبعيد، وما بدي أقرب عليها حتى ما أكتوي بنارها. وبصراحة أنا ما بدي أصير وزير سيدي، ما بدي، ما عندي هالهوس. ليش يا بهاء ليش؟ معلوم سيدي، لأنه بدي وظيفة ثابتة. نجدت بيك